يسرنا أن نلتقي وللمرة الثانية الأستاذ قسطنطين سابا ليطلعنا على آخر مستجدات الوضع السياسي في أستراليا والعالم العربي. أستاذ قسطنطين، أهلا وسهلا فيك بالتلفزيون الغربي. أهلا فيك أستاذ شاربل. الحالة هلأ شعلاني بالعالم العربي، بدنا نبلش بالعالم العربي. شو رأيك بالربيع العربي والوين رايحين بنظر قسطنطين سابا؟ لابد أنه نوضح النقطة بكل صدق. بدي الربيع العربي بقوى وطنية ديمقراطية شبابية وعمالية من أجل إصلاح الاجتماعي الاقتصادي السياسي في الشرق العربي، ولكن القوى التي حاولت أن ترجع الشعب العربي إلى 1500 سنة لخلف أرادت أن تقطف ثمار هذه الحركات الوطنية الديمقراطية التي سميت بالربيع. وللأسف ما دام هالقوى هيدي قطفت الثمار أصبح مين هالقوى؟ أصبح مين هالقوى؟ مثلك قوى من قوى الرجعية العربية، أنظمة وشخصيات رجعية، بس كلن رجعيين الأنظمة العربية، ومنها الإخوان المسلمين والسلفيين والاستعمار الأمريكي والصهيوني في الشرق العربي، والدور الذي يحقق أماني مصالح الإمبريالية الأمريكية. هذا بكل صراحة. يعني أنت مع الربيع العربي لو ما دخلته هالأشياء؟ أنا مع تحرك ربيعي من أجل الإنسان، أي أجل الطبقة العمالية، الطبقة الفلاحية، المثقفين العرب، الطلبة، الشباب إلى آخره. كل هذه القوى تحتاج إلى ربيع عربي، بس للأسف أصبح الربيع تركيع للشعب العربي بأنظمة مصر وتونس بهيمنتها على باقي الشعب، ما بس في تونس بس كذلك في مصر، ومن ثم انتشاره وانتشار هالدعوة السلفية لضرب الديمقراطية والعلمانية في الشرق العربي. أستاذ قسطنطين، أنت كإنسان شيوعي كلنا منعرفك قديم، بعدك بالحزب الشيوعي لليوم؟ لا شك بعدك. طيب ليش الشيوعية ما تحركت وعملت ربيع لما كانت قوية بالوطن العربي؟ أنا بقول لك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كنموذج من الاشتراكية، واللي نحن الشيعيين اللبنانيين، أي الحزب الشيعي اللبناني وقادة الحزب الشيعي اللبناني، نبهوا عن التقصير اللي كان فيه بهالنظام أو هالنموذج الاشتراكي اللي سمي سوفيتي. فالمسألة نحن تراجعنا مع تراجع هيك القوى الاشتراكية بالدول الأوروبية الشرقية ومنها روسيا بالذات. هالتراجع لم يعني السكوت عن الظلم اللاحق بالفئات الشعبية الفقيرة إن كان بلبنان أو بأي دولة عربية. لهذا السبب أقول وأؤكد بكل صدق بأنه القوى الاشتراكية هي النار تحت الرماد. ترى أن أوروبا خلعت ثيابها البرجوازية وطلعت القوى الشعبية عم بتناهض الأنظمة وعم تضرب ممثلين الأنظمة إن كان ببرتغال إن كان بإسبانيا إن كان بس إجا رؤساء اشتراكيين بأوروبا وكانوا إمبرياليين أكثر من هودي. هلأ الأستاذ شربل، إذا بقى نرجع للإيديولوجية الاشتراكية والفكر الماركسي العلمي، بتلاقي إنه هاي الاشتراكية البرجوازية اللي مشيت بفرنسا شوي وبألمانيا وغيرها،
هذه كانت هذه تعمل هذه البرجوازية تحت شعار الاشتراكية، ولكنها رأسمالية بحد ذاتها. يعني الرأسماليين لعبوا دور في حماية مصالحهم من قوى الاشتراكية الحقيقية، قوى الشيوعية الثورية بأوروبا، مما يعني أنه الانتقال الفكري من نماذج البرجوازية إلى الاشتراكية العلمية اللي هي الماركسية اللي هي الشيوعية إلى وقت عم تنمى رويدا رويدا بأوروبا، وستحقق انتصارات لا شك، لأنه صار في انتصارات من أجل إصلاحات الاشتراكية بدول عديدة ومنها. يعني هلا أنت بنظرك يعني كاشتراكي عتيق مخضرم، شو هو دور القوى الاشتراكية اليوم؟ ما نحن نحس فيها قوى الاشتراكية اليوم. قوى الاشتراكية ما يحمل العلم ويلا شوفوني. القوى الاشتراكية تعمل بهدي الأفكار العلمية الماركسية العلمية بتأكيد الظلم اللي عم بيصير بأنحاء العالم، إن كان من قبل الإمبريالية الأمريكية، إن كان من قوى الرجعية العربية، إن كان من قبل القوى الاشتراكية البرجوازية مثل ما شرحتها. هودي وقت المننبه عنهم هذا النشاط الشيوعي اليوم، أي نشاط اجتماعي اقتصادي سياسي. أستاذ قسطنطين، لأين روسيا تحولت عن الاشتراكية والشيوعية؟ صار عندها حكم ديمقراطي وانتخابات وكذا، والصين مبينة أنه بلشت تترك ماو تسي تونغ وتتحول. هلا بتلاقي كل الإمبريالية داخل بالصين والتجارة والكذا، وين رايحين؟ اليوم بروسيا في قطاع عام واسع، هذا تركته بركة الاشتراكية اللي كانت المقصرة بالاتحاد السوفيتي. رغم ذلك تقصير، لا يزال هناك قاعدة اسمها قطاع العام بالبلاد عم بيلعب دور بتنمية روسيا ذاتها، هاي من جهة. وبالصين نفس الشيء، بالصين بده يكون يجب أن يهتموا بكيفية استغلال الرأس المال من أجل مصلحة الشعب بالصين، هذا أهم شيء. يعني اليوم إذا شركة أجنبية بتحب تشتغل بالصين لأنه فيها 1350 مليون إنسان وهذا سوق كبير، صار الصينيين لازم يعرفوا أنه مصالحهم بتقضي أنه هذه الشركة تشتغل لهم، ما أقول للنظام الرأسمالي الأجنبي. هذا بكل صراحة. من هون أنا بأكد نقطة كشيوعي لبناني، أنه الإصلاحات اللي بدأت تصير بالصين يجب أن تعمل بهدي قوانين اشتراكية مش غيرها. مثلنا عم نحكي عن الصين قسطنطين، شو السبب هالانشقاق الحاصل بين روسيا والصين والهند والبرازيل وأفريقيا الجنوبية من جهة، وبين الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائها من جهة؟ بتحس أنت حضرتك بهالانشقاق؟ لا شك الوحدة اللي تمت أنا بسميها وحدة اتفاق، وحدة شروط مقبولة من قوى ممثلي هاي الدول هاول اللي سميتهم حضرتك، مهم جدا. يعني اليوم تلاقي انه روسيا والصين واللي ذكرتهم والهند والبرازيل وافريقيا الجنوبية عاملين حلف، يعني حلف هائل، هذا كبير ضخم، بنفس الوقت ذات اقتصاد هائل، يعني بشكل بالقليلة 48% من الاقتصاد العالمي. فهل الانشقاق هذا لابد انه يصير، لانه الولايات المتحدة عم تستفرد الشعوب وتستفرد الاوطان والدول لضربها باي شكل. اليوم بسبب تاريخي ما بقى تنسى الشعوب كلها، هو انهم بيفوتوا على العراق بسبب واهي كاذب انه في
weapons of mass destruction. يعني كلام بالحقيقة وما لا أي شيء، وما دفعوا للشعب العراقي ثمن وعذاب هذا الشعب وهدم بلاده وهدم الوطن ككل. فوين الحضارة الأمريكية؟ وين الحضارة الصهيونية؟ هي حضارة بتقدر بس حضارة ضرب مصالح الشعوب الفقيرة وين ما كان. بس وروسيا والصين والهند والبرازيل وامير وجنوب افريقيا انتبهوا على هذه النقاط الهامه واخذوا موقف اتحادي مع بعضهم لرد الظلم الامبريالي عن الشعوب، مو بس عن حولهم بس عن الشعوب الثانيه كمان. بس استاذ قسطنطين، هالشيء ما بيؤدي لحرب؟ معقول يؤدي لحرب بيناتهم؟ ونحن الشيوعيين معروفين في العالم ان ضد الحروب من اجل السلم العالمي، ولكن انه الولايات المتحده الامريكيه تدخل على البلاد وتخرب فيها وتطلع وتنزل وتعمل اللي بدها اياه، كان واسرائيل تطلع طياراتها وتروح فق لبنان مرات عديده، فق سوريا، فق دول اخرى، تروح تضرب يوغندا بدون اي مشوره من الامم المتحده او السكيورتي كونسل، هذا شيء معيب بحق نقطه تحرر الشعوب. هذا عيب، هي اكبر جريمه. فماذا فأي موقف تنتظر من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا من انه يضلوا مكتوفين الايدي؟ طبعا لا. استاذ قسطنطين، اتصل في صديق تليفونيا وقال لي باول ايار شفت صديقك قسطنطين سابا ماشي بمظاهره بسيدني. خبرنا شو كنت عم تعمل بهالمظاهره؟ كنت ولا كان؟ لا شك كنت، وكان معنا رفاق عرب وخاصه من لبنان. هي مين داعي لهالمسيره؟ بعيد العمال يعني؟ هناك لجنه من مؤلفه من شيوعيين وعمال من حزب العمال وقوى ديمقراطية ومنظمات وطنية ديمقراطية، وممثلي هؤلاء المنظمات مع الأحزاب السياسية، مو بالضبط حزب العمال كهيئة فيدرالية بس كمحليات معينة، تشاركوا مع بعضهم ودخلوا إلى المظاهرة بمظاهرة جميلة جدا كانت بالحقيقة. والخطابات اللي ألقيت نبهت عن تراجع النظام الرأسمالي من أنه يؤدي واجبه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تجاه الشعوب الفقيرة، ومنا الطبقة الشعبية بأستراليا، الطبقة العمالية بأستراليا، النقابات بالذات عم بيحاولوا يضربوا النقابات بأي شكل من الأشكال. يعني اليوم توني أبت مستعد يعمل مثل ما عمل هاورد وعلى أنزا. فنحن بنبه بكل صدق بأنه انتخاب أبت سيكون ضد مصالح الفئات الشعبية مثلي ومثلك أستاذ شربل، ومثل العمال اللي عم يشتغلوا، ومثل الفقرة المعدومين يلي ما عندهم شيء بالحقيقة اسمه حياة مريحة. رغم وإني بعترف بكل صدق وساهمت فيه تاريخيا، أنه انتقلنا من ماضي سحيق ضعيف إلى مستوى أفضل، وبيخلينا نقول أنه نحن عايشين أحسن من عايشين بعض الشعوب بالدول الأخرى. بهالمسيرة اللي مشيت فيها قديش كان العدد بنظرك؟ كان في شيء 10-12 ألف. طيب الحزب الشيوعي اللي حضرتك نعم واحد منه قديش كان فيه؟ الحزب الشيوعي الاسترالي، انت عم تفكر عم تسال عنه. الحزب الشيوعي الاسترالي طبعا كل ما تعززت الديمقراطيه والاصلاحات الاشتراكيه بالنظام، كل ما كان دور الحزب الشيوعي دور مثل الزئبق، اذا في ازمه بيعلى،
إذا في راحة وخير وبركة وإلى آخره وما يسمى ديمقراطية صار بصير يدلي على نقاط الضعف بس ما هو من أجل تغيير. بس تعليم عن قديش كان عدد المشتركين بالمسيرة بدي أعرف. حوالي 12,000. كلهم شيوعيين؟ لا، في ناس وطنيين، في ناس بيحبوا أعمال الشيوعيين قديش تقريبا؟ اه ما عندي هيك دفتر بالأسماء، بس بقول لك معظمهم بيأيدوا النظام الاشتراكي، بيأيدوا الاشتراكي. ليش عم اسألك السؤال؟ تفضل يا. ليش عم اسألك السؤال؟ لأنه ليش الحزب الشيوعي ما قدر طلع نايب بالبرلمان لا بالولاية ولا بالفدرال؟ قديما طلع قديما، بس عم نحكي هلا ما بيطلع حدا. لا هلا في احزاب اختفت باستراليا، بس ايش والحزب الشيوعي راح يختفي؟ ما اختفى، بس له نقاط قويه وله نقاط سياسيه ضعيفه احيانا. ليش؟ لانه بده راس مال ضخم تيمشي. ما شفت حضرتك استاذ شربي انه جيلارد wanted $20 million to run an election for the Labour Party only، وابد بده هالقد. يعني يا جماعه الحزب الشيوعي ما عنده $20 million for sure. النقطة وما فيها انه نحن لازم ناكد قديش شفاف الحزب بانه يعرف معالم الظلم الاجتماعي ويدلي عليها. هذا أهم شيء بالإنسان الشيوعي، هيدي إنسانيته اللي أنا أرتقي إلى إن شاء الله بكل حياتي. يعني ما بتقدر أستاذ سلمتين إنه الشيوعية رح تنقرض؟ بالعكس بالشيء واضح. بالعكس ما رح تنقرض، بالعكس بدها تقوى بعد. تقول لك ليش؟ لأنه نظام الرأسمالي مديون ومحروق، بده يعني بده شقفة مثل بيقولوا كذبة تاريخية تانية تيعلقها ويعمل حرب عالمية. والدول هاودي اللي تفضلت وحكيت وأنا أكد إنه هذه صح، روسيا والصين والهند والبرازيل وساوث أمريكا ساوث أفريقيا، هاودي انتبهوا للقضايا، ما بدهم حرب، لأن الحرب ليست لمصلحة الإنسان العادي ولا للشعوب، أي شعوب بالعالم. بس الإمبريالي بيهمنا تمشي مكنة التسليح ومكنة الارمامنتس مثل بيقولوا التسليح. فهالنقطة هايدي كتير مهمة جدا، مين بيريد الحرب ومين ضدها. هم ضد الحرب هن قوى الاشتراكية بالذات، وبنفس الوقت قوى الديمقراطية بالعالم. إنسان عنده ضمير ما بيحب الحرب كمان، بس الامبريالي لا. انيتان هلا الحزب العمال الاسترالي امبريالي كمان. حزب العمال كل ما وقفوا يعني عم تحكي عن الامبرياليه وعم تدعي للتصويت لحزب العمال. لا لا لا، انا ما قلت ادعي ل بلا، عم تقول اذا طلع عبد. انا قلت حول النقابات واعمال النقابات. وبعدين حزب العمال لا تنسى تاريخيا اعطى اصلاحات باستراليا اشتراكيه، ولكن لازلت افضل اني انتخب انسان شيوعي بيوصل على قدم حضرتك. اسمح انا ما انا هلا ما عندي شيء غير شيء، ولي الشرف اطلع ممثل الحزب الشيوعي باستراليا كمرشح لدور سياسي. ما هي مشكله هاي. بس ايش اليوم بدك شباب اليوم بال 30 35 سنه، ما هو بال 75 سنه او 73 سنه. يعني انا بقول انه حزب العمال بعد ما بميزه عن حزب الاحرار والوطني اكثر من هذيك. ليش؟ لانه حزب العمال اعلى تحت ضغط الطبقه العامله وتحت ضغط الحزب الشيوعي اللي كان 40,000 عضو بسنة 43 وال 44 وال 45 وال 47. هذا له فضل الحزب الشيوعي بالاصلاحات الاشتراكية يلي عم ينعم فيها
وتنعم فيها الناس اليوم، إن كان unemployment benefit، إن كان social security، إن كان كذا، إن كان كذا. هاو كلها إصلاحات فرضت على حزب العمال، وهو قبلها غصب عنه لأنه بده أصوات الجماهير، وهيك صار. اللي منلاقيه على الأحزاب السياسية المهيمنة بأستراليا السياسية الصندوقية. نعم، تفضل. منلاقيها لما بتكون في قضايا خارجية بتلاقيها بتمشي كلها مثل بعضها. بوحي مين عم تشتغل هالأحزاب المعينة؟ لا شك بوحي الولايات المتحدة الأمريكية المتصهينة إيديولوجيا. يعني أنا بعتبر الصهيونية هي دم الإمبريالية الأمريكية، والإمبريالية الأمريكية هي اللي بتوزع الحصص ومن الشركاء بالحرب القذرة على الشعوب الأخرى. طلع لاش أستراليا أش حوجة تروح بالحرب الأولى عبلاد ما بتعرفها ولا بأي شكل، هي خطر طبعا، خطر على ما خطر على أستراليا. بعدين لاش تروح على فيتنام؟ هل فيتنام كانت خطر على أستراليا؟ لاش تروح على أفغانستان؟ هل أفغانستان خطر على أستراليا؟ طبعا لا. ولماذا لك؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تهدد أستراليا أنه إذا ما بتعملوا هيك وبتقبلوا معنا وبتكونوا شركة معنا من حث بعض الدول أنها تكون خطر على سلامة أستراليا، مثل أندونيسيا، مثل اليابان، مثل الفلبين، مثل تايلاند، مثل every so many، مثل بيقولوا في دول كثيرة. فالأسف أستراليا صديقة لأمريكا لأنه مغلوب على أمره. فمن هيك بدنا ممثلين بالمجلس النيابي وبالحكومة يكونوا لا من الليبر بارتي ولا من الأحرار ولا من الناشن بارتي. That's the whole picture. كعضو سابق برابطة إحياء التراث العربي، ما عم نشوفك عم بتقرب على الرابطة، يعني ما بقى منك مهتم، لوين رايح الرابطة بنظري وشو وضعها هلأ بما أنه الأستاذ إلي عم بيشغل منيح؟ أنا مع الرابطة بأشياء عديدة. أول شيء دورة موقع هدفه، لكن علينا بالحقيقة أن نؤكد ثلاث نقاط أساسية. هو ما هو نوع التضامن اللي بيكون بين أرجاء أو بأرجاء الرابطة بين الأعضاء، يعني كيف الأعضاء عم بتعاملوا مع بعض؟ لازم يكون في احترام متبادل، يكون في تأكيد على الأهم وهو نهضة الرابطة ورفعها إلى مستوى يحقق أهداف النبيلة اللي هي شرح الأدب العربي والثقافة العربية والفكر وإلى آخره. هلا أنا برأيي إنه بعض الأعضاء للأسف لعبوا دور مظاهري وفردي واستبدادي أحيانا، وأنا ما حبيت هيك، تركت بعد 3 سنين ونص كنت سكرتير. بعرف كنت سكرتير. للأسف أنا بعدني بود للرابطة وبيهمني أن يكون مع الشباب، أنا والشباب. وليش؟ لأنه شباب طيبين، ومثل حضرتك أستاذ شربل لك دور هام جدا أنت بالرابطة، ويجب أن ترجع. يرجع أنت قبلي. وأنا برجع. المهم أنه هذه النقاط هامة جدا في رفع مستوى الرابطة، بس مستوى الرابطة بده يسبقه مستوى الشباب، كيف عم بيتعاملوا مع بعضهم، كيف لازم يحققوا النقطة المعينة حول رفع سموه. شو دورك انت كإنسان بتحب الرابطة؟ جربت تتداخل؟
يعني أنا حضرت صحح الوضع. حضرت بعد نشاط من الرابطة، ولكن بعد أنا عضو قديم. أنا بدك المفروض أنت قبل مني كنت. إيه بس ما في قرار ب إيش بيسموها باستقالتي أو ما فيها يعني. يعني بعدك منتسب. بعدي منتسب بس ما كنت شارك. بس شو دار قسطنطين تيصلح الأوضاع؟ أنا مستعد. أنا أنت عارف في شيء غلط. أنا مستعد شارك أنا وياك بحل المسائل. والخيرين من الشباب بربط التراث، لأنه هناك محاولة أستاذ شربي، أنا بديك ما تختفي عليك هاي النقطة، هناك محاولة لضرب ربط التراث العربي، وأنا أنت حاسس بهالشيء؟ طبعا، وفي خوى صرحوها وقالوها وقالوا لك إياها؟ وقالوا لي إياها على التليفون، وأنا إنه طلبوا منك تنضم لهم؟ ما وصلوا لحد هذا، لأنه عارفيني ثابت شوي بال... شو قالوا لك؟ يعني شو قالوا لك؟ خلينا نكون صريحين. اوكي انه ما بيطلع منا شيء الرابطة، وانه الرابطة ولا زمانة وكلمنا انه يعني بدهم. بس ما عم تشتغل الرابطة. بالعكس انا شايفها اللي الله يحميه والشباب اللي معهم بعدهم ماشيين منيح منيح. عملوا قدوة ليونس الامن كانت مهولة. انا كثير كنت فرحان فيها هيدي. انا رحت وهلا محضرين قدوة يمكن للمرحوم الدكتور عصام حداد. الرابطة عم تشتغل، كيف راح دورة؟ وين راح دورة؟ فليكن فليكن، ما هيدا اللي بقصد. انه فكرة ان يعملوا رابطة تانية، هيدا التهريج والتبجيل. قسطنطين انا عم بسألك، فكرة ان يعملوا رابطة تانية يعني؟ لما بيقولوا راح دور الرابطة يعني عم يحس اي ثينك يا ان يعملوا رابطة. انا بقول هيك يا فأنا ضد هالشيء، لأنه نحن لا نحتاج إلا عدة رابطات ثقافية، نحن نحتاج إلى رابطة مهمة منيح. بس هل بده يعمل هالشيء؟ يفوت بالرابطة بالانتخابات بغير بيعمل أصوأه ويعمل ويعمل مزبوط. من هيك منطقي أنا كان صح إنه قلت لهم لا، أنا مع تطوير رابطة التراث العربي، لإنجاح مشاريع ثقافية هامة. بدي أسألك سؤال وكون صريح، أنت أنا صريح أنا. هل اللي حكيت كان بالرابطة سابقا؟ يعني بيعرف اسرار الرابطه؟ ما رح اقول لك اسمه، تقول اسمه. نحولايا 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 نحولايا. وفي منهم ما بعني يشاركوا قاعدين بالبيت او هذي كمان كانوا حابين في 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 نوعين من الخصم، نوعين من الخصم. خصم قاعد على جانب هو بده انه نحن ندعيه لانه هو رجل شعر او هو كاتب او هو مثقف الى اخره، وفي قسم ثاني ينتمي الى ايديولوجيه معينه كمان بحب يضرب الرابطه تياخذ محله. هالممثلين هاول بهالايديولوجيه هاي هاولي بالحقيقه انا عندهم ضعف. يعني مش رح ينجحوا بنظرك؟ أنا برأيي ما زال موجودين الشباب أنتو ونحن هون مع بعضنا، ما حدا بينجح ما حدا بينجح ما حدا بينجح. طيب أستاذ قسطنطين، عن أوضاع الجالي هلا شو فيك تخبرنا؟ كيف ردوك عن هالأوضاع بالجالي هلا بآخر حديثنا؟ سؤال واسع كثير أستاذ شربي، يعني باختصار بتعرف بس أنا بدي إياك أنت تسألني بالضبط يعني أي نقطة بالجالي وشلون؟ يعني الأوضاع السياسية، الأوضاع اللي بتشوفها أنت، احكي لي عن وضع أنت من أوضاع الجالي بآخر حديثنا. شو بتحب تقول لهالجالي إذا بدك تحكي معه؟ بتمنى إنه المثقفين اللبنانيين والعرب عامة إنهم بالحقيقة يلتحقوا بركب رابطة التراث العربي، هذه من جهة، وبنفس الوقت يلتحقوا بالعمل السياسي اليومي. يعني إذا ما فين كل يوم كل أسبوع يعطوا ساعتين للعمل السياسي لاستنهاض وطني بأصوات الجيل العربي، لنرفع اسم لبنان، ما لبنان الشجر والأرز وبس، بس لبنان العالم القديم
والحديث ورفع ظلم الطائفية والمذهبية بالوطن وإبداله بالفكر العلماني الصادق النظيف الديمقراطي اللي بيحقق للناس حقوق مشروعة بالضمان الاجتماعي الصحي السياسي الشبيبي إلى آخره. حق المرأة بلبنان كمان شيء مهم جدا. فمن هيك بلاقي بعض المنظمات الموجودة إن كان هذا أو هداك أو هداك للأسف أصبحوا مثل كرتوني كرتوني وإلى هيئة مكتوب عليها إنه نحن هون إنه نحن هون. ما هو الإنتاج اللي عم بيخبرني إنه هني هونيك؟ الإنتاج تبعهم فقير فإذا هني فقراء للأسف. فنحن من هيك نريد أن نعتمد على أنفسنا ونرفع من مستوى الربط التراث العربي. وأنا بكل صدق بقول لك إنه في شباب طيبة وكامل المر مؤسس الرابطة له دور جيد. وأنت أستاذ شربل بالحقيقة وضعت بصمات تاريخية فيها وأنا بشكر لطفك أنت بالذات والأستاذ إلي نصيف والشباب ورمضان القديم وكنفاني وغيرهم وفؤاد نمور الله يرحمه يعني مرقوا وبطر المرحوم بطرس عنديري الله يرحمه. يعني بالأسف إنه بطرس بالحقيقة اللي قاموا بأعمال مشان رفع المرحوم بطرس أنا بقول هبطوا على شيء طلع لا بنظرك مش لا بما أنه عمله عمل كويس. أنا عجبتني إن الست مارسيل منصور عملت لوحة نشرناها نحن بالقرب العافية حلوة وأنا عجبتني وبشكرها ولطيفة طلعت بهالعمل هذا. لكن في ما يسمى مثل سلوك أهل الهيكل بالمسألة وبطرس الله يرحمه كان ما بده هيك ما بعتقد بده هيك ومن هيك أنا ما حبيت. بس أوكي عملوا شيء. هلا بسرعة بآخر حديثنا لأنه صار الوقت طويل. تفضل. شو رأيك بتمديد هالنواب لحالهم بلبنان؟ كسياسي مخضرم بدي أشوف رأيك. نحن ضد نحن بالحزب الشيوعي اللبناني نحن ضد تمديد المجلس النيابي من جهة ونحن ضد مشاريع انتخابية المبنية على المذهبية والطائفية بغض النظر أي شيء وأيش اسمه كانت أرثوذكسية كانت مارونية كانت سنية أو شيعية نحن ضد هالمشاريع هاي ونحن ضد كلنا ضد هاي ضدها ونعمل من أجل إبدالها. يعني بدنا ما يسمى صوت قيمة واحدة صوت قيمة واحدة الصوت موفق اللي بيجي يطلع بالأكترية. هلأ النقطة وما فيها لبنان يجب أن بالحقيقة يتحرر من ذاته من النظام الطائفي المذهبي ويطلع بنظام بالحقيقة مبني على العلمانية الصادقة تحترم المواطن بغض النظر عن طائفته مذهبه أو لونه. هذا الشيء حياتنا مش حيصير. نتمنى أنه يصير أستاذ شرقي وبنهضتكم أنتم كل أو بنهضتنا كلنا بيصير. أستاذ قسطنطين نحن بنشكرك على اللقاء الرائع. الله يخليك. شكرا أستاذ شرقي وإلى اللقاء.